أنا كنت سعيد جدا بلقاء اليوم اللي كان مع المنابر الإعلامية برشيد خلال هذا اللقاء اللي كان مثمر جدا، وفيه تم يعني اتفاق وإرساء آلية التواصل مع المنابر الإعلامية لتغطية الأحداث التي تخص الشأن التعليمي الإقليمي ببرشيد. بالنسبة للسؤال عن الأولويات، أعتقد أن جوج الأولويات يعني في مستعجلة. أولا توفير ظروف العمل، لأن المسؤول أو الخطوة الأولى من أجل مردودية ناجعة وهو توفير ظروف العمل. نحن الآن ننفتح على جميع الشركاء، ننفتح على المنتخبين، ننفتح على الأعيان، على الشركاء الاقتصاديين السياسيين من أجل مساعدتنا في إطار تفعيل سياسة الانفتاح على المحيط، انفتاح المؤسسة التدبيرية كما انفتاح المؤسسة التعليمية على محيطها، وبإشراك الجميع في إصلاح ما يمكن إصلاحه من أجل المساهمة في تأهيل فضاءات، خاصة فضاءات المديرية. ومن هذا المنبر أنا أريد تقديم الشكر الجزيل لكل من ساهم معنا في ويساهم وسيساهم في هذا التأهيل. الأولوية الثانية وهو ما طلبته من 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 المنابر الإعلامية التي حضرت هذا اللقاء، وهو أن نقوم أولا بتتمين الأعمال المنجزة، بتتمين ما تم إنجازه على مستوى المؤسسات، لأنه في ظل الإكراهات، في ظل الصعوبات التي نواجهها ويواجهها الأستاذ ويواجهها المدير ويواجهها الحارس العام ويواجهها المفتش ويواجهها المسير، فهناك إنجازات التي تمت وإنجازات تحققت خاصة في العالم القاري. وفي ظل كل هذه الإكراهات أنا أرجو من هذا المنبر أن يتم أولا تتمين ما تم إنجازه حتى نتمكن فيما بعد من وفي نفس الوقت سنقوم برصد الاختلالات، ولكن يجب أولا أن نقف عند الإنجازات من أجل تتمينها ومن أجل تشجيع وتحفيز كل القائمين عليها وكل الذين سهروا وضحوا من أجل هذه الإنجازات. ولكم جزيل الشكر.